إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أوصيكم أيها الكرام ونفسي بوصية الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، وقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين برضوانك، اللهم اجعلنا من الفائزين بطاعتك، اللهم اجعلنا من الفائزين بجناتك يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من الفائزين برؤية وجهك يا رب العالمين. أيها الكرام، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ثم أماته فأقبره. مسيرة حياة الإنسان طالت أم قصرت؟ فهي إلى الموت. ومنزل هذا الإنسان وإن طال عيشه في هذه الحياة فهو إلى القبر. قال جل وعلا: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. يقول عن نبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في أحاديثه عن عالم القبور، عن هذه الحياة التي سينتقل إليها الإنسان بعد موته ثم يقبر. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام أحمد أنه قال: القبر فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. هذا البيان والتوضيح من النبي صلى الله عليه وسلم إلى حال الإنسان في قبره، يخاطب أمته عليه أفضل الصلاة والسلام كما جاء في السلسلة الصحيحة: يا أيها الناس، إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، أي تمتحن ثم تنعم أو تعذب. يقول واثل بن الأسقع رضي الله عنه: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: إن فلان ابن فلان في ذمتك فقه فتنة القبر، أي قه عذاب القبر وفتنة القبر، وثبته عند السؤال، ونقه واحفظه من صنوف العذاب في القبور. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يقول مقسما بالله جل وعلا
في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، والله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. بيان، توضيح من النبي صلى الله عليه وسلم لنا في هذه الحياة الدنيا قبل أن نلقى الله عز وجل، إلى حسن الإعداد، حسن الاستعداد لهذا الانتقال ولهذا المكث في القبور الذي لا يعلمه إلا الله. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا سعد بن معاذ. رواه الإمام أحمد. يقول عليه أفضل الصلاة والسلام مخاطبا أمته فيما رواه الإمام مسلم: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ومنها ومن عذاب القبر. تكرار من النبي صلى الله عليه وسلم، تحذير، بيان، توضيح منه عليه أفضل الصلاة والسلام لأمته عن هذا العالم الذي سينتقل إليه الخلائق. القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فهو من أهل النار. يقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. النبي عليه أفضل الصلاة والسلام يذكر هذه الأحاديث لتعلم هذه الأمة أن هذه القبور أحوالها وأحوال الناس فيها لا يعلمها إلا الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولو أن إذا متنا تركنا لكان الموت راحة كل حي، ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعد ذا عن كل شيء. عن كل شيء نسأل، عن هذه الأعمال وعن هذه الأقوال. نسأل الله جل وعلا أن يحقق لي ولكم ولنا جميعا أمنا في هذه الحياة الدنيا بطاعته والاستقامة على أمره. نسأل الله جل وعلا أن يحفظنا في هذه الدنيا بطاعته، وأن يحفظنا في القبور، وأن ينجينا من عذاب القبور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه. أيها الكرام، القبور إما أمان وإما عذاب. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا سئل في قبره وأن محمد رسول فذاك في قوله: ثم لا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وفي القبور عذاب. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من الناجين منها. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري ومسلم، مر على قبرين
فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي في النميمة أو كان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. أيها الكرام، القبور للأحياء دروس وعظات وعبر، فما بال بعض الأحياء إذا شاهدوا الجنائز ووقفوا عند القبور ذكروا كل شيء إلا الموت، وتكلموا في كل شيء إلا الموت. يا من غره، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الله جل وعلا بين لنا سبل النجاة من عذاب القبر، سبل النجاة في الدنيا وفي القبور وفي الآخرة. قال جل وعلا: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لزوم طاعة الله جل وعلا، الاستقامة على أمر الله، اجتناب النواهي والمعاصي، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يضع بين أيدينا سبل النجاة، فقال: بادروا بالأعمال، سابقوا للأعمال، قدموا الأعمال الصالحات، تقربوا إلى الله بما شرع، في السر والعلانية كونوا على تقوى الله، ابتعدوا عن كل ما يصرفكم عن ربكم جل وعلا. عندما نوفق إلى ذلك، عندما نكون ذاك العبد الطائع المستقيم على أمر الله جل وعلا، فالبشرى تلو البشرى، البشارات تلو البشارات بالنجاة والسعادة والأمن والأمان في الدنيا والآخرة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا وقائدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه إلى يوم الدين. اللهم احفظنا في بلادنا، اللهم احفظنا في بلادنا، اللهم بارك لنا في أرزاقنا، اللهم واجعلنا من الشاكرين، اللهم واجعلنا من الطائعين يا رب العالمين. اللهم وفقنا إلى طاعتك والاستقامة على أمرك ونهيك، اللهم وفقنا إلى متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والالتزام بسنة النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك أن توفق أمير البلاد ولي عهده إلى ما فيه خير البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك عزا للإسلام والمسلمين، وذلا للشرك والمشركين، وهلاكا لأعدائك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعلهم من المنعمين في قبورهم، وأكرم نزلهم. اللهم إنا نسألك صلاحا للأبناء والبنات، اللهم اجعلهم هداة مهتدين، صالحين مصلحين. اللهم إنا نسألك أن تشافي مرضى المسلمين، اللهم إنا نسألك أن تكتب الشفاء لمرضى المسلمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم واجعلنا فيه من الصائمين القانتين القائمين الخاشعين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،
قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله الله. استوى اعتدلوا تراسوا ساوي الصف سدوا الفرج هادوا بين المناكب والأقدام. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.